كل الإنسانيين ما راح فيها سيدة. نحن بدنا الجيل، بدنا القوى الأمنية تمسك. السابعة والنصف مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير، إلى العناوين. ميادين القاهرة والمحافظات غصت لمعارضي مرسي ومؤيديه، وإصابات في اشتباكات في المحلة. نحن لن نذهب إلى جلسة الاستاذ. عشية الجلسة النيابية العامة رفض للمشاركة إلا لأمر طارئ، وحزب الله يواصل حربه على تيار المستقبل. هجوم غير مسبوق لكتائب الأسد على حمص، ومحاولات فاشلة لاقتحام عدد من أحياء المدينة. مساء الخير، ما هو مصير الجلسة النيابية العامة غدا؟ هل تنعقد أم أنها ستطير بسبب فقدان النصاب؟ الواضح حتى الآن أن قوى الرابع عشر من أذار والمستقلين قرروا مقاطعة جلسة الغد وإعطاء الأولوية لتشكيل الحكومة الجديدة كي يستطيع البرلمان القيام بمهامه التشريعية وفقا للدستور، أو انعقاد الهيئة العامة فقط بجلسات نيابية تحمل طابع طارئ وضروري. أما التيار الوطني الحر فقد أكدت مصادره لتلفزيون المستقبل أن الاتجاه هو عدم المشاركة والعمل على تطير النصاب في موضوع التمديد لقائد الجيش. في هذا الوقت تواصل صيدة ضحية السلاح لملمة جراحها مما اقترفته أيادي حزب الله، وكان من المستغرب أن يواصل الحزب هجوما غير مسبوق على تيار المستقبل محملا إياه مسؤولية كل ما يحصل في لبنان. منير، نبدأ من مصر حيث بدأ مئات آلاف المعارضين للرئيس محمد مرسي بالتوافد بمسيرات باتجاه قصر الاتحادية في رسالة إلى مرسي للتنحي عن الحكم. في المقابل وصل مؤيدو الرئيس مرسي اعتصامهم بميدان رابعة العدوية وسط هذه الأجواء. حذرت القوات المسلحة من أنها ستمنع انزلاق البلاد إلى الحرب. غصت الميادين المصرية في المحافظات كافة بآلاف المؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي والمعارضين له. مئات آلاف المصريين توجهوا إلى ميدان التحرير وإلى محيط قصر الاتحادية أو إلى مقر وزارة الدفاع بكوبري القبة، مرددين هتافات منها يسقط يسقط حكم المرشد. وأشارت الأنباء إلى أن اشتباكات عنيفة نشبت بين عدد من المتظاهرين ومناصرين لمرسي بمدينة المحلة الكبرى، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. وفي الإسكندرية احتشد المتظاهرون بساحة مسجد القائد إبراهيم، فيما أشارت تقارير عن نزول آلاف المعارضين إلى شوارع محافظات الغربية والمحلة الكبرى، وفيما أعلنت العديد من قوى المعارضة عن البدء باعتصام مفتوح إلى حين إسقاط النظام، بدأت المسيرات بالتوافد إلى قصر الاتحادية في رسالة إلى مرسي ليتنحى. في المقابل وصل متظاهرو التيارات الإسلامية اعتصامهم بميدان رابعة العدوية لليوم الثاني على التوالي دعما لمرسي ولشرعية انتخابه. وفي ظل المخاوف من تحول التظاهرات الرافضة والمؤيدة لمرسي من سلمية إلى عنيفة، أظهر شريط فيديو تدريبات واستعدادات يقوم بها مؤيدون لمرسي لمواجهة متظاهري 30 من حزيران. كذلك سجل احتراق عدد من المقرات، أبرزها اثنين، أحدهما للإخوان في محافظة الدقهلية والآخر لحزب الحرية والعدالة في الشرقية. الجيش المصري الذي عزز إجراءاته الأمنية خصوصا في محيط مجالس الشعب والشورى والوزراء ووزارة الداخلية أكد أنه لن يسمح بنشوب حرب أهلية، مشيرا إلى أن مهلة الأسبوع التي حددها القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية والقوى السياسية المعارضة انتهت من دون أي مبادرات للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. الرئيس المصري محمد مرسي الذي سيوجه خطابا إلى المصريين أكد أنه لن تكون هنالك ثورة ثانية في مصر، وقال في حوار مع صحيفة الجارديان إن استقالته المبكرة ستقلل من شرعية من سيأتون بعده، وبالتالي تدخل البلاد في فوضى لا نهائية. ولفت مرسي إلى أنه يمكن للناس أن تتظاهر وتعبر عن آرائها، لكن الأهم في كل هذا هو تبني وتطبيق الدستور، وهذه هي النقطة الحاسمة.
إلى صيدا وتحديدا في عبرة، حيث تتوالى شهادات السكان عن مشاركة حزب الله بالقتال في الأحداث الأخيرة. وفيما يلي نموذج من هذه الشهادات والتقرير لربيع شنطف. إنها زوجة شقيق فضل شاكر تعيش منذ وقوع أحداث صيدا مع ابنتها بعد أن قضى ابنها وألقي القبض على أبنائها الثلاثة الآخرين، وبعد أن فقدت الاتصال بزوجها. وفاتوا كل شيء 20 واحد، مش بس واحد واثنين، بولوا بالبيت، كسروا لي كل بيتي، ما ضل شيء، سرقوا لي 20,000 دولار. آخر اتصال بيني وبين جوزي على المغرب، اتصلت فيه قال لي ادعي لنا نحن عم نموت وديري بالك على أولاد، هالكلمة قال لي آخر كلمة. يعني بتقول حطمونا حطمونا، ما عادش اولادك ما عارفه مصيرهم، ما عارفه مصير اولادي. طب اولادك هن كانوا عم بيحاربوا ولا لا؟ لا ابني الصغير ما بفوت على الجامع، لا ابني يضربوه يقولوا له انت عمك فضل، طب انا شو غصني بعمي مثلا؟ هنا في عبره وتحديدا في محيط مسجد بلال بالرباح رفع الركام واعيد تنظيف الشوارع، وداخل هذه المباني حكايات ومعاناه. نحن مع الجيش، مش ضد الجيش، بس حطوه مواجهه، استدرجوا وعملوا هيك انه الحزب طلع معنا واحد مدني جاسوس للحزب، ركض معنا من هون ونحن مش عارفين، بقلنا شو في قدام الجامع، نلش طلعنا الفين مسلحين، قلنا له ما شفنا شيء، ضل يركض معنا لوصلنا عند المحطه، عند المحطه بيعيط لواحد من الحزب بقول له الصيدليه البنايه اللي فيها صيدليه طالب في 4 مسلحين قدامنا نحن لحتى يقصف، بيجوا بيقولوا لي الجيش هني واقفين على جنب، بس طلعنا من بيوتنا قالوا لنا ما تخافوا انتم بعهده الحزب، هيك قالوا لنا. واحد لابس جيشي نفس الشيء وحاطط اشاره صفراء على كتفه. كل رصاص اجى من الشقه باتجاه البنايه هيدي اللي نحن ساكنين فيها. كانت يعني انحكى انه هي تابعه للحزب؟ ايه. انا مواطن صيداوي، تخريب ممنهج من حزب الله. شو لازم يعمل؟ مين؟ بدي اشوف بعينتين. مش يشوف بعين واحدة يفوت على مناطق وتواجد حزب الله يعمل هيك، يجوا يفوتوا يحطوا مي ويغازوا لبعض ويقول له ابو تيمور ابو ربيع الاجهزي وفلان وقلتين. المسروق الذهب، اللابتوبات مسروقه، الساعات مسروقه، حمامين وعاملين قهوه وسارقين البيت فوقه. مفقود عملات نادره، مفقود صندوق الذهب فاضي، هي مفقود مسابح لولو. وفي شارع عبر العام خصص مكتب مراجعات لمتضرري الأحداث الأخيرة. من خلال التنين وطالع هيكون عندنا مسح على الأرض، ناخد صورة الهوية، صورة سند البيت، صورة الأضرار المبدئية اللي هن مصورين على تليفوناتهم. التعويضات على الأضرار والتحقيق الشفاف بما جرى أبرز مطالب أهالي صيدا الجريحة. بدأ عشرات الناشطين المدنيين حملة لتنظيف الشوارع التي دمرتها المعارك تحت شعار بيكفي خوف. مدفوعون بحبهم لمدينتهم صيدا وإصرارهم على إعادة الحياة إلى رئتها الشرقية عبرة بعد الأحداث التي شهدتها، انطلق عشرات الناشطين المدنيين الشباب من أبناء صيدا والجوار تحت شعار بكف خوف في حملة شاملة لتنظيف شوارعها ومساعدة أهلها على استعادة حياتهم الطبيعية وأعمالهم، والمشاركة في مسح الأضرار وتوقيع عريضة بكف خوف التي تؤكد على التمسك بالحق المدني في العيش بسلام في دولة الحقوق والواجبات ورفض الساحات والمواقع وخطوط التماس. هن شباب من صيدا عندهم انتماء كتير كبير لمدينتهم ولوطنهم لبنان، مأمنين بشيء اسمه السلم الأهلي وبالعيش المشترك، مأمنين بدولة المؤسسات، بدولة الحقوق والواجبات. كلنا مجموعة جمعنا بعض على أثر ما صار بصيدا وانطلقنا نوجه صرخة من صيدا تنطلق لكل لبنان. أكيد بدنا ننظف الطرقات وبدنا نمد الناس على عريضة وبدنا نمسح الأضرار بنفس الوقت، بس طبعا تحركاتنا السلمية مستمرة من اليوم لوقت غير محدد وغير مرتبط بحادثة عبرة وبإعادة تأهيل عبرة. وتوزع المشاركون في الحملة على جانبي الشارع الرئيسي في عبرة، حيث قاموا بإزالة أثار الاشتباكات الأخيرة وواكبوا عودة أهلها وتقديم المساعدة اللوجستية لهم. وفي جولة تفقدية لرئيس بلدية بيروت بلال حمد على عبرة، أعلن حمد وضع إمكانيات بلدية بيروت اللوجستية والهندسية في تصرف بلدية عبرة وأهلها. النائب بهي الحريري تابعت مع عائلات عدد من الموقوفين والمفقودين مصير أبنائهم. متضامنون معها ومع صيدا زار النواب مروان حمادي وفؤاد السعد وأنطوان سعد دارة مجدليون مهنئين النائب بهي الحريري بالسلامة من الأحداث الأخيرة. حمادي الذي تحدث باسم النواب رفض أن تعيش مدينة صيدا في ظل تجاوزات ما يسمى بسرايا المقاومة. نحن
تحت سلطة الدولة، وهذا ما عبرت عنه صيدا وما تصرفت به صيدا. ولكن نحن ضد الهيمنة على صيدا عبر قوى مسلحة تتساهل مع الخارجين عن القانون. الجسم النيابي وعدد كبير من النواب المستقلين لن يقبل أبدا أن تعيش صيدا لا تحت تجاوزات ما يسمى بسرايا المقاومة، ولا تحت تجاوزات أي فرع من فروع القوى الأمنية. كما استقبلت الحريري النائب السابق غطاس خوري ورئيس بلدية بيروت بلال حمد وعضو مسؤول العلاقات العامة في مكتب الرئيس الشهيد رفيق الحريري عدان فكهاني، وتابعت مع عائلات عدد من الموقوفين والمفقودين على خلفية الأحداث الأخيرة مصير أبنائهم. عشية الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي، أكد النائب أحمد فتفت رفض المشاركة في جلسة الغد إلا لأمر طارئ. أكد النائب أحمد فتفت وجود ظروف استثنائية تستدعي دعوة المجلس النيابي للتشريع، ولكن هذا يتم تحت مظلة التوافق السياسي، مشيرا خلال تكريم الأساتذة المتقاعدين في الضنية إلى إمكانية البحث بالمشاركة بجلسات نيابية تحمل طابعا طارئا وضروريا. نحن لن نذهب إلى جلسة الاثنين، هذه جلسة غير دستورية، وهذه جلسة بطريقة الدعوة إليها وانعقادها تطال مجلس الوزراء ورئيس الحكومة في صلاحياته. نعم، في صلاحيات رئيس الحكومة. كفانا تنازلا، لن نتنازل عن أي شيء بعد الآن. أما إذا كانت الدعوة مخصصة لأمور مستعجلة وطارئة، مثلا ذات طابع أمني كما قيل بشأن التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية، فهي قابلة للبحث. ولكن إذا كانت الضرورات الأمنية تحتم التمديد، فهذا التمديد يجب أن يكون لجميع رؤساء الأجهزة الأمنية بدون استثناء. وليكن كلامي واضحا، نحن لا يمكن أن نقبل أن يستثنى اللواء أشرف ريفي. من جهة أخرى، رفض النائب فتفت كلام النائب وليد جنبلاط لجهة تداعي إسلام الاعتدال نتيجة التحريض والتخبط الذي يصيب تيارا أساسيا في لبنان. لا أيها الصديق وليد جنبلاط، هذا الكلام ينقصه الكثير. هل يمكن تجاهل السلاح ومن حمل السلاح خلال السنوات؟ هل يمكن أن نقفل الشهداء من رفيق الحريري وصولا إلى اللواء الحسن؟ هذا ما دمر ومحاول أن يدمر جزءا من رسالة الاعتدال. فتفت وصف ما حصل في عبرة بأنه 14 شباط مضاف إليه 7 أيار، وقال لم نعمد يوما إلى تشويه صورة الجيش، متسائلا عن من أطلق النار على مجدليون ومعنى الشارات الصفراء على أيدي بعض المقاتلين في شوارع صيدا. لن نتراجع عن البحث في موضوع السلاح. نحن لدينا قوة واحدة، هي قوة الكلمة، سنستمر بها. تقتلون افعلوا، هل تستطيع قتل جميع اللبنانيين؟ افعلوا. وخلال الحفل كانت كلمة لمنسق عام تيار المستقبل في الضنية هيثم الصمد، أكد الحرص على الجيش وعلى أن يكون عادلا في التعاطي مع اللبنانيين. يشن حزب الله حربا مبرمجة على تيار المستقبل لتحميله مسؤولية ما اقترفته عناصره في أكثر من حادثة، لا سيما في عبرة. تماما كمن يقضي على ضحيته ويسير خلف نعشها، يحاول حزب الله إلباس التهم الموجهة إليه لخصمه السياسي. ولولا غطاء تيار المستقبل وبعض الذين ينتعشون من حالة الفتنة في مواجهة الأصالة والوطنية والاستقامة، لما وصل التمادي إلى حدود ضرب السلم الأهلي والاستقرار. ما معنى أن حزب المستقبل يقدم سيناريو أن الذي حصل هو فخ نصبه حزب الله؟ أنا بتحدى الحزب الإلهي يعطينا واقع وحدة بس أو اسم واحد
تيار المستقبل ملطخ بدمه، أو تيار المستقبل حرض على حمل سلاح أو على فتنة. يعني خطاب تيار المستقبل من رئيس الحريري لأي نائب أو أي شخص مسؤول بتيار المستقبل كان كل مرة خطاب عاقل، الرجوع إلى الدولة وعدم اللجوء إلى السلاح وعدم اللجوء إلى الفتنة. تصطدم خطة حزب الله التي تقضي بتشويه صورة الخصوم بحائط الوقائع والقرائن التي تثبت تورطه بما يحاول إلصاقه بهم. كل الأحداث اللي صارت من بعد 2005 لليوم، كل الأحداث اللي صار فيها دم أو صار فيها مشاكل أمنية كل مسؤول عنها حزب الله وحلفائه، وخاصة يعني يلي بيعطي الأوامر من حزب الله يلي هو إيران والنظام السوري. يعني منبلش من أحداث جاليري سمعان لأحداث لسامي الحنا لسبع أيار، وكمان للأحداث اللي صارت قدام السفارة الإيرانية، والحدث الكبير اللي هو 2005 وصدر فيه اتهام من أكبر محكمة بالعالم، محكمة الدولية، باتهام أربعة من عناصر حزب الله. هذا كله مش دم، هذا كله مشي، هذا كله إسرائيل وراء، وكله الأمريكي مثل ما بيقولوا الأمريكي والصهيوني. ولأن التهم التي يجري تبادلها لا تخضع للمؤسسات القضائية، فإن الحكم سيترك للتاريخ وحده الذي سيبين زيف ادعاءات الحزب وقياديه. وفي النشرة بعد الفاصل، إجراءات خليجية بحق ناشطي حزب الله، وأمير قطر الجديد لسليمان الوجود اللبناني في الدوحة مصان. المسائية مستمرة، وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها. ميادين مصر، تظاهرات احتجاجية ضد مرسي وأخرى مؤيدة. عشية الجلسة النيابية العامة، رفض للمشاركة إلا لأمر طارئ. حزب الله يواصل حربه على تيار المستقبل. دان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تدخل حزب الله في سوريا، وكشف مصدر مسؤول في مجلس التعاون أن شخصيات منتمية لحزب الله تنتحل الديانة المسيحية للتغطية على أعمالها ونشاطاتها في دول المجلس. دان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تدخل حزب الله في سوريا، معتبرين أنه يعيق انعقاد مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة. وقال بيان رسمي أن المجلس دان استمرار تدخل ميليشيات حزب الله تحت لواء الحرس الثوري، ودعا إلى وضع حد لهذا التدخل. وأعرب المجلس عن قلقه العميق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع في لبنان أمنيا وسياسيا، وجدد مطالبته الحكومة اللبنانية بالالتزام بسياسة النائب النفس ومنع تدخل أي طرف لبناني فيها. كذلك دان المجلس المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي مشاركة ميليشيات حزب الله والقوى الأجنبية الأخرى في العمليات العسكرية في سوريا، مؤكدا أهمية توافق المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة السورية ويوقف نزيف دماء الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة. وفي الإطار ذاته، كشف مصدر خليجي مسؤول في أمانة مجلس التعاون الخليجي أن الأجهزة الأمنية اكتشفت انتحال شخصيات منتمية لحزب الله الديانة المسيحية بهدف تمرير مشاريعهم في قطاع الأعمال وإقامتها في بعض الدول، بالإضافة إلى تسجيل بعض الاستثمارات بأسماء مواطنين خليجيين. ولفت المصدر إلى أن دول المجلس بدأت في ضبط الخلايا التابعة للحزب تنفيذا للقرار الصادر في 10 حزيران باتخاذ إجراءات عقابية بحق المنتمين لحزب الله، حيث شرعت هذه الدول فعليا في وقف إقامات بعض اللبنانيين لديها، ومنهم رجال أعمال وجهت إليهم إخطارات بتصفية ممتلكاتهم الشخصية والمغادرة. وسط هذه الأجواء، توجه وفد لبناني يتقدمه رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إلى العاصمة القطرية الدوحة لتهنئة أميرها الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أكد أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الوجود اللبناني في قطر مصان، وأن اللبنانيين في البلد هم بين أهلهم وهم يلتزمون قوانين دولة قطر ويحترمونها، منوها بدورهم الإنمائي في مختلف المجالات. كلام الأمير تميم جاء خلال استقباله رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس حكومة تصريف أعمال نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سمير مقبل في زيارة لتهنئته بتوليه منصبه كأمير قطر. اللقاء عقد في الديوان الأميري بحضور الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إذ هنأ خلاله الوفد اللبناني الأمير الجديد بمسؤولياته، متمنيا متابعة مسيرة والده بالنسبة إلى العلاقة الثنائية بين البلدين وتعزيزها وتطويرها.
اللقاء تناول أيضا أوضاع في المنطقة وخصوصا في سوريا وضرورة إيجاد حل سياسي لوقف العنف والقتل والتدمير. زارت شخصيات شيعية مستقلة رئيس الجمهورية أمس، ماذا قالوا للرئيس ميشيل سليمان وماذا قال لهم؟ تقرير محمد بركات. هي واحدة من الحراكات الشيعية الدائمة خارج إطار الثنائية الحزبية التي تحاول اختصار تمثيل اللبنانيين المسلمين الشيعة، تلك الثنائية التي تشن هجوما عنيفا في السياسة والإعلام على رئيس الجمهورية منذ أشهر، فهي تعبر عن رأي آخر موجود داخل المسلمين الشيعة اللبنانيين، لهم رأي مختلف عن رأي هذه الثنائية الحزبية في شؤون الإدارة الداخلية، في شؤون التنمية، في شؤون الملف اللبناني، في شؤون العلاقة مع الخارج، في شؤون الملف السوري الحار الآن والحرب السورية الدائرة، في شأن انتخابات والتمديد إلى آخره. في كل شيء هناك شيعة آخرون، هناك شيعة بالأحرى مش آخرون، هناك شيعة لهم رأي لبناني متصل بالخط السياسي الثابت للطائفة الشيعية اللبنانية التي وضعوا هذا الخط، وضعه سيد موسى الصدر واستمر مع الشيخ محمد مهدي شمس الدين. الرئيس كان مرتاحا في اللقاء وهو دام ضعف المدة المحددة وقال كلاما جديدا خصوصا فيما يتعلق بالهجوم عليه، وآخره من النائب البعثي عاصم قانصو الذي اتهمه بالخيانة العظمى. ليس لدينا رئيس خائن إطلاقا، هذا رجل شريف ورئيس شريف، لم يتجاوز الدستور، تصرف صحيح وحقيقي. وبدون ذكر أسماء، بعض الجهات التي تنتمي إلى أطر حزبية أصلا لا تعترف بالصيغة اللبنانية ولا تعترف بالحدود اللبنانية ولا تعترف بالدستور اللبناني، أن تتهم رئيسنا رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بشكل صحيح وتام شرعي وقانوني أن يتهم بالخيانة العظمى، أقل ما يقال في هذا الأمر أنه كلام أجهل. ونقل شمس الدين عن الرئيس أنه يبني سقفا مرتفعا بحيث لا يمكن الرئيس الذي سيليه أن يفرط به، وهو أيضا عبر تعبير أنا أقدره له وهو محق، أنه في هذا العمل بما يقوم به إنما يضع أرضية عالية وسقف رفيع يليق بالوطن وباللبنانيين لكل رئيس قادم سيأتي، بحيث ينطلق من هذه النقطة ولا يضطر أن ينخفض أو يخفض أو تخفض توقعاتنا كلبنانيين. وشدد شمس الدين على أن اللبنانيين الشيعة ليسوا في مكان واحد، وأن في لبنان رئيسا واحدا للبلاد هو رئيس الجمهورية، أما الباقون فهم رؤساء مؤسسات فقط. إلى بيروت وصل مساعد وزير الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز في زيارة سريعة قادما من بغداد. بيرنز التقى في كليمنسو رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط بحضور قياديين من الحزب ونجله تيمور جنبلاط. كما التقى بيرنز أيضا في بيت الوسط الرئيس فؤاد السنيورة بحضور النائب نهاد المشنوق والوزير السابق محمد شطح. وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور نوه بموقف الرئيس سعد الحريري قائلا إنه يمثل الاعتدال الذي نحتاجه لحماية الاستقرار في لبنان، هذا فضلا عن مواقف قوى أخرى في مقدمتها الجماعة الإسلامية. أضاف أبو فعور في تشيع فراشية، إذا كان هناك من أخطاء تم ارتكابها فالجيش مؤسسة تحترم نفسها وتعرف كيف تصلح أي اعوجاج بتحقيق وإجراءات داخلية، داعيا بعض السياسيين إلى وقف التعرض للجيش وإلى ضرورة السير بالتمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان من منطلق الوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية، وهذه أولوية لا تحتمل رفاهية الجدل الدستوري السائد كما قال. دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد من بكركي إلى التلاقي والتصالح من أجل لبنان وشعبه ومن أجل الشرق والعالم كله، وانتقد الراعي الانقسام القائم وعدم المصالحة على طاولة يتصارح عليها رجال السياسة. ولذلك طلبنا أن يتصالح رجال السياسة عندنا والأطراف المذهبية المتنازعة، طلبنا ذلك رحمة بهم ورحمة وتجنبا بالشعب الرازح تحت وطأة الهموم حول المصير وتحت عدم الاستقرار الأمني والأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، طلبنا المصالحة رحمة وتحننا على ما يتعطل بسبب نزاعاتهم المتمادية من مؤسسات دستورية
وحياة عامة في البلاد ومصالح المواطنين والموظفين. رحمة وتحننا على ما يرتكب من تجاوزات وجرائم مغطاة سياسيا واستباحة مخالفة القوانين وميثاق العيش معا من قبل النافذين بقوة السلطة والمال والسلاح. رأى عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن 80% من الشعب اللبناني يريد العيش بسلام ويرفض الدخول في صراعات إقليمية. كلام الجميل جاء خلال وضع الحجر الأساس للمدينة الرياضية في بكفية. بدنا يلي بده يروح يدافع عن نظام ما بمكان ما يروح، الله يكون معه. ويلي بده يدافع عن حدا تاني بمكان ما يروح والله معه. يتركوا لنا بلادنا بخير. نحن ونعتبر انه 80% من الشعب اللبناني على الاقل بيفكر مثلنا، ما بدنا مشاكل ولا بدنا نفوت بلادنا بهالقصص ولا بدنا سلاح ولا بدنا حروب ولا بدنا نحمل قضايا غيرنا. تعبنا بما فيه الكفاية، حملنا بما فيه الكفاية، تعذبنا بما فيه الكفاية. 40 سنة حرب كافيين بالنسبة لنا بأنه ناخد فرصة ونهتم باقتصادنا، نهتم بشركنا، يرجعوا شبابنا يلاقوا شغل. أكد رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أمام زواره على دقة المرحلة وحرجتها في لبنان والمنطقة. وكان سلام قد أكد لصحيفة النهار أن رئيس الجمهورية متعاون معه في مهمة تشكيل الحكومة، وأنه ما زال في إطار العمل لتشكيل حكومة المصلحة الوطنية بالمواصفات التي حددها سابقا، مشيرا إلى أن ما حدث في صيدا وما يرافق انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب من جدل يحتمان الإسراع في التشكيل. نعى الجيش اللبناني الجندي ولي رأفة علم الدين الذي استشهد صباح اليوم متأثرا بجروح خطيرة كان قد أصيب بها خلال قيامه بواجبه في طرابلس. ثانوية الحرير الثالثة تقيم حفلة تخرج للفوج السادس من طلابها. أمسية تربوية عائلية مميزة أقيمت على مسرح مدرسة الحرير الثالثة لتخريج تلامذة المرحلة المتوسطة. في أرض جلول أقيم الاحتفال برعاية رئيسة مؤسسة رفيق الحريري السيدة نازك رفيق الحريري، ممثلة بالسيدة هدى بهيش طبارة، وبحضور ممثل الرئيس سعد الحريري النائب عمار حوري، إضافة إلى عدد من الفعاليات التربوية والاجتماعية. بعد النشيد الوطني ودخول الطلاب، ألقت المديرة العامة لمؤسسة الحريري سلوى السنيورة بعصيري كلمة استهلتها بنقل تحيات السيدة الحريري للطلاب وأهلهم ولإدارة المدرسة والهيئة التعليمية. وصولا إلى ما راهن الرئيس الشهيد رفيق الحريري على إرسائه وتعميمه من مشاعر المواطنة الناجزة حقوقا وواجبات. بعدها تحدثت مديرة المدرسة منى فايد فرحبت بضيوفها وتكلمت عن إنجازات المدرسة والجهود التي تبذل فيها. لنشر بعض الفاصل. كاري يتحدث عن إحراز تقدم حقيقي في المفاوضات لإحياء عملية السلام. في الرياضة لقب رابع للبرازيل أم أول لإسبانيا الليلة في نهائي كأس القارات التاسعة لكرة القدم. أهلا بكم. في سوريا يصوب نظام الأسد وحزب الله هدفهما على محافظة حمص لإسقاطها من يد الثوار، وسط تخوف من وقوع مجازر على أساس طائفي سيتعرض لها الأهالي في حال اقتحام أحيائها. هذا وقد تصدى الثوار لرتل عسكري في ريف حلب الشرقي وأسروا عددا من عناصره. الله أكبر. المحافظة التي تتوسط خريطة سوريا هدف النظام وحزب الله بعد الأقصير، ففيما يتواصل القصف العنيف بالمدفعية والصواريخ على أحياء حمص القديمة والتي تواجه حصارا مميتا، شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة للضغط باتجاه اقتحام تلك الأحياء راح ضحيتها مدنيون. أحياء الخالدية وباب هود أيضا تعرضت لتلك الحملة الشرسة، حيث استطاع الثوار صد هجوم لجيش الدفاع الوطني وحزب الله وقتل 5 عناصر منهم.
في دمشق جددت قوات الأسد قصفها للأحياء السكنية، وفي حين اشتبك الثوار مع عناصر الأسد عند المتحلق الجنوبي في ريف العاصمة وسط قصف تعرضت له زملكة. أفاد ناشطون عن وقوع انفجار ضخم بالقرب من مخفر الشرطة ومبنى البلدية في الكسوة. إلى الجنوب يستأنف الجيش الحر تطهير الحواجز في درعا البلد. وفي الوقت الذي دكت عصابات الأسد قرى ريف اللاذقية بالمدفعية والصواريخ، تصدى ثوار لرتل عسكري بريف حلب الشرقي كان متجها إلى بلدة الحاصل، كما تمكن من قتل عدد من العناصر وأسر عدد آخر. الله أكبر. وفي ريف حلب الشمالي أسقط الجيش الحر مروحية في قرية نبل التي يحاصرها. هذا وأفاد المركز الإعلامي عن وقوع مواجهات عنيفة في حي الراشدين بين الجيشين الحر والنظامي. حذرت المعارضة السورية من استغلال النظام السوري انشغال العالم بالأحداث في مصر والقيام بقصف حمص وريف دمشق بالسلاح الكيميائي ومحاولة إعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن نطاق سيطرة النظام. آثار الاختناق والتشنج بالغازات السامة التي قصفت على الأجهزة ومصر الحرير. الله أكبر. يا شباب دكتور. الله أكبر. في ظل الخروج المطلق لكتائب الأسد عن كل منطق بشري وانحدارها إلى مستنقعات الهمجية والوحشية، حذرت المعارضة السورية من استغلال النظام السوري انشغال العالم بالأحداث في مصر والقيام بقصف حمص وريف دمشق بالسلاح الكيماوي ومحاولة إعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن نطاق سيطرته، لاسيما مع ورود معلومات للمعارضة تفيد بأن النظام أعطى تعليماته وتعميم داخلي لجنوده وميليشياته بهذا الخصوص، وذلك بتأكيدات من مصادر منشقة في الداخل السوري. وفي نظرة على ترسانة النظام من الأسلحة الكيماوية السورية والتي تعود إلى عقود عدة، فهي تعتبر من أكبر ترسانات الشرق الأوسط، لكنها ما زالت موضع تكهنات إذ أن المعلومات العامة عنها غير متوفرة. البرنامج السوري بدأ تنفيذه خلال سبعينيات القرن الماضي بمساعدة الاتحاد السوفيتي سابقا، كذلك ساهمت فيه أيضا روسيا خلال التسعينيات ثم إيران اعتبارا من العام 2005. واعتبرت محللة في برنامج الحد من الانتشار ونزع الأسلحة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أنه أكبر برنامج أسلحة كيميائية في الشرق الأوسط. وأكد خبير في مركز الدراسات حول الحد من انتشار الأسلحة في معهد مونتري في الولايات المتحدة الأمريكية أن الاحتياطي السوري يضاهي مئات الأطنان من العناصر الكيميائية المختلفة، بينما اعتبر أخصائي فرنسي في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية أن مجموعة مختلف العناصر الكيميائية قوية. وأضاف أن السوريين نجحوا في التحكم في توليف الأجسام الفوسفورية وهو آخر جيل والأكثر نجاعة في الأسلحة الكيميائية، وفي هذه العائلة نجد غاز السارين والفي إكس وعناصر أقدم من ذلك بكثير مثل غاز الخردل. سعى النظام السوري إلى تحويل الثورة السورية السلمية إلى عسكرية، وبعد أن فشل في إخمادها بكل الأشكال لجأ إلى فتح الحدود أمام حلفائه تحت حجة تعرض المقامات الشيعية إلى هجمات لتصطبغ المعارك بلون طائفي. بعدما عجز النظام السوري عن إخماد ثورة الشعب المطالب بالحرية وبعد فشل قواته عسكريا في العديد من المواقع، عمد هذا النظام إلى فتح أبواب سوريا أمام المسلحين من كل حد وصوب تحت حجج وما زعم باهتة. المعارك الدائرة على الأرض اتخذت حججا ذات وجه طائفي، لواء أبو الفضل العباس وحزب الله حملا قضية الدفاع عن المراقد الشيعية المقدسة ليدخلا بها سوريا، ولتتوسع بعدها العمليات من منطقة السيدة زينب إلى مناطق ومحافظات سوريا كافة. ومن حيث أتى كثير من المقاتلين المنضوين تحت لواء أبو الفضل العباس يعودون بعد أن قضوا في المعارك ضد الجيش الحر. الحكومة العراقية التي نفت السماح لمقاتلين الشيعة بالسفر إلى سوريا بحرية أو تقديم أي دعم لهم كانت قد اتهمت من قبل قوى غربية بتسهيل مساعدات خارجية للأسد، منها استخدام طائرات إيرانية المجال الجوي العراقي لنقل أسلحة إلى سوريا. كان هناك عدد محدود من المتطوعين حقا، وهؤلاء لم يذهبوا بموافقة أو دعم. رأينا مقاتلين من جنسيات مختلفة آتين من البلدان الإسلامية ليشاركوا في المعارك. الكثير من شوارع بغداد غطاها الحزن وصور قتل المتطوعين في لواء العباس،
في حين يروي أبو جعفر تجربته في المواجهة هناك بعد أن تدرب على الرمي كونه مدني متطوع. رحنا إلى مناطق الشمالية للعراقنا فعبرنا من هناك فطفينا إلى الشام إلى دمشق فتلقونا كان الشارع بالسيارات خطرة وتعرضنا لهجوم مقناصات واليمنى واليسرى العمارات متهدمة جو يعني جو حرب. ويبرر أبو جعفر قتاله في سوريا أن مجموعات من الجهاديين تعرضوا للمقامات الشيعية المقدسة ومع العلم أن الشيعة يشكلون نسبة 2% من الشعب السوري إلا أن المقامات الدينية الشيعية كانت محمية من الأغلبية السنية وبذلك يكون النظام السوري المستفيد الأول من وحل طائفية قد تغرق بها سوريا وكان هو أول المحذرين الأسد أو نحرق المنطقة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن تقدما حقيقيا أحرز خلال جولته في المنطقة معربا عن اعتقاده بأنه مع بذل المزيد من الجهد فإن بدء مفاوضات التسوية النهائية يمكن أن يصبح في متناول اليد. قال كيري في مؤتمر صحفي في مطار بن غوريون قبل مغادرته إسرائيل أنه تم تذليل بعض العقبات لافتا إلى أن الهدف واستئناف المفاوضات حول التسوية الدائمة وليس من أجل إجراء التحاور. أضاف الوزير الأمريكي أنه ينوي العودة إلى المنطقة لإنجاز مهمته. وكان الوزير كيري قد أجرى جولة ثالثة من المحادثات لم تكن مدرجة على جدول الأعمال مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقد اتخذ كيري هذا القرار في أعقاب الاجتماع المطول الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية. وكان نتنياهو أعرب عن استعداد إسرائيل للعودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين من دون شروط مسبقة مؤكدا أنها لا تضع العراقيل أمام استئناف المفاوضات مضيفا خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيعرض على الشعب الإسرائيلي للبت فيه مشددا على أن إسرائيل لن تساوم على أمنها في أي اتفاق. لنا نصل الآن إلى النشرة الرياضية حيث ترافقنا فيها بعد قليل هبة زيدان.